اتجننتي؟ عايزه تتجوزي طليق اختك؟ طلقها يا ماما، يعني ما توفقوش مع بعض، يبقى فين المشكله؟ المشكله انك عايزه تكسري قلب اختك. امل عمرها ما حبت عبد الحليم، وانت عارفه كده كويس. يا ربي يا ربي، اروح فين بس من اللي انا فيه؟ بالراحه يا ماما، بس وهدي، مش انت دايما بتقولي بلاش العصبيه؟ اه، وانت بتعملي بكلامي قوي، ما تقول حاجه لبنتك يا خليل. كل واحد قرب حاله لنا. بقول لك ايه يا ماما، تعالي نحسبها بالعقل، حكايه امل وعبد الحليم دي انتهت من قبل حتى ما تبتدي، وامل مش هيبقى عندها اي مشكله. بالعكس، جوازي من عبد الحليم هيخلي امل تقدر تطمن على ابنها وتقدر كمان تشوف. يا سلام على قلبك الطيب. والولد بقى ساعتها يقول لك ايه، يا ماما ولا يا خالتي؟ يقول اللي يقوله، مش فارق. بقول لك ايه، انت بنتي وانا عارفه طريقه تفكيرك كويس، ما بتفكريش غير في نفسك وبس، والدليل اهو، بدل ما تيجي تشوفي لنا حل اللي احنا فيه، جايبه لنا مصيبه تانية. وهو جوازي دلوقتي بقى مصيبه؟ اذا كان بالطريقه دي يبقى اكبر مصيبه. على العموم انا لسه ما قررتش، قلت اجي افكر مع مامتي حبيبتي ونشوف هنعمل ايه، بس الوضع حبك لامل مش مخليكي بتفكري في اي حد تاني غيرها. انا هاخد مصيبتي واروح افكر فيها لوحدي، عن اذنكم. استني هنا يا بنت، استني اسمعيني، ما تقول حاجه يا خليل، انت هتفضل ساكت كده؟